حصل رئيس الوزراء العراقي نور المالكي على أكبر حصة من مقاعد البرلمان العراقي في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي، وهو ما يمثل ضربة لمعارضيه من الشيعة والسنة والأكراد الذين يرفضون توليه رئاسة الحكومة لفترة ثالثة. وأظهرت النتائج الأولية حصول المالكي على 94 مقعدا على الأقل، هو عدد أكبر بكثير من عدد المقاعد التي فاز بها منافساه الرئيسيان من الشيعة، وهما حركة مقتدى الصدر التي نالت 28 مقعدا، والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي حصل على 29 مقعدا. مقداد الشريفي رئيس الإدارة الانتخابية بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. محافظة بغداد مجموع الأصوات الصحيحة 2,819,000، عدد المقاعد الكلية 69، عدد مقاعد النساء 17، ائتلاف دولة القانون عدد الأصوات 1,074,609. الفائزين: نوري كامل محمد حسن 721,782. وحصلت قائمة المالكي على 1,074,000 صوت في بغداد وحدها، مما سيصعب على معارضيه المجادلة بأنه ليس اختيار الأغلبية الشيعية بالبلاد. ويمثل هذا الأمر أهمية بالغة له، لأنه يشن حربا على جماعات سنية مسلحة، منها الدولة الإسلامية في العراق والشام التي تسيطر على أراض في سوريا وتتمتع بنفوذ في وسط العراق. وحصل ائتلافه الرسمي دولة القانون على 92 مقعدا، بالإضافة إلى مقعدين آخرين من خلال اثنين من مرشحي الأقلية المتحالفين معه والذين أداروا حملتهم بأنفسهم. وحصل الأكراد على ما مجمله 62 مقعدا في البرلمان، في حين حصل الائتلافان الرئيسيان للسنة على 33 مقعدا على الأقل. وحصل ائتلاف الوطنية العلمانية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي على 21 مقعدا. ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد أن تبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في شكاوى تتعلق بعمليات تزوير ومخالفات، وستصدق المحكمة الاتحادية بعد ذلك على النتائج النهائية. رحاب علاء، رويترز.